السلام عليكم شباب، اهلا فيكم في قناه مو ابرا. اليوم عندنا تجربه لاعب جديد في تشكيل لاعب بايرن ميونخ الالماني جنابري، اللاعب المهاري والرائع في التسديد بالقدمين اليسرى واليمنى، ويسجل من الراسيات وانحراف الكره عنده اثناء التسديد يا شباب، رائع جدا والسرعه عنده عاليه. لاعب متكامل يا شباب، لاعب مفيد جدا في التشكيله مثل ما انتم شايفين بيعطي عندي بتشكيله 95. تابع الفيديو للاخر حتى تشوفوا امكانيات هذا اللاعب المهاري جنابري. ما بدي اطول عليكم اكثر، لا تنسوا اللايك والاشتراك ويلا نبلش ونبدا مواجهتنا اليوم يا شباب في تجربه اللاعب جنابري، اللاعب الجديد في التشكيلة لاعب بايرن ميونخ. نتمنى أن يكون لاعب قوي ومهاري وصاحب تهديف عالي في داخل التشكيلة اليوم. طبعا اليوم قاعدين نلعب احنا يا شباب حتى نوصل للديفجن 1، نحاول نوصل ديفجن 1. طبعا طريقنا صعب جدا، نبلش الهجمة مع نيمار، نحاول نكسب ركنية. جنابري يا شباب لاعب طورته حتى اعطى بالتشكيلة 95، صراحة اللاعب عنده المراوغات عالية جدا، حتى التسديد عنده قوي جدا. يلا كريم، يلا يا جنابري، يلا كانتي، نسجل الهدف الاول يا كريم. كريم يا ولد، سجلنا الهدف الاول من بدايه المباراه على الخصم. لسه مستنى مهارات جنابري يا شباب. يلا كانتي، دي بول الى جوا كانسيلو، جوا حاول نعطي لجنابري. يا سلام، حلو القوه البدنيه لجنابري يا شباب. يا سلام يا ولد، يا ولد على الكره الملتفه لجنابري. حلو القوة البدنية عند جنابري يا شباب، شوف حركة الخلط، حركة الخلط في بيس عن طريق الجنابري. حلو الكرة ملتفة لجنابري، كرة رائعة مثل ما شفنا يا شباب، قوة بدنية عالية من جنابري والوعي الهجومي عنده عالي. يلا ندمبلي، جنابري، كريم بنزيما، من اللعب تيكي تاكا يا شباب. نشوف لسه مهارات جنابري. يلا نيمار، حاول البلند، الخصم قوي دفاعيا. جنابري يلعب جناح ايسر يا شباب، يلعب برضو جناح ايمن. يا سلام، دي بول، دي بول عرضية من عند دي بول كريم، وضاعت الفرصة يا شباب، كانت عرضية رائعة جدا من دي بول اللاعب الارجنتيني. لسه يا شباب بدنا نشوف امكانيات ومهارات جنابري في هذه اللعبة. يلا كانتي، نحاول لكريم، الى دي بول، نبحث عن المساحات يا شباب. يا سلام نيمار، كريم، يلا يدي جنابري يا ولد، يا ولد خلاص قدم اليمنى عند جنابري يا شباب، قدم صاروخية سواء بالكرات الملتفة وبالتسديد العادي يا شباب. قدم اليمنى عند جنابري قوية جدا. سجلنا هدفين بجنابري. هل الخصم انسحب؟ نعم، وين انسحب الخصم يا شباب؟ يلا يا تموري، حلو الكرة من تموري إلى فلاهوفيتش. جنابري، يا سلام روبسون، نحاول نعطي لجنابري، بدنا نسجل بجنابري يا شباب. جنابري، جنابري والكرة ملتفة، طبعا صعب، صعب على الحارس. ونسجل في جنابري كرة ملتفة، رائع هذا اللاعب يا شباب. يلا ندمبلي، نحاول نعطي لجنابري، جنابري المهاري يا سلام. ندمبلي، نحاول فلاهوفيتش، نيمار، نحاول نتعادل يا شباب. بلند، يلا يا بلند، نبحث عن المساحات. ندمبلي، فلاهوفيتش، جنابري يا ولد، يا ولد، يا ولد، صاحب الحلول جنابري، صاحب الحلول جنابري وحركة الخلط. أول مرة أشوفها في لاعب هو جنابري، حركة الخلط في بيس. يا سلام على جنابري. يلا يا جنابري، نحاول نمشي بجنابري، سرعة رائعة من جنابري ومهاريات حلوة من جنابري. لامبارد، لامبارد، نحاول نعطي عرضية لفلاهوفيتش، جوا كانسيلو، نيمار، نيمار يا ولد، يا ولد، يا ولد، سجلنا الهدف الثاني على الخصم عن طريق نيمار. تحركات رائعة من جنابري يا شباب، لاعب لحد الآن رائع جدا، يقدم مستويات عالية. جنابري، جنابري السريع، يا سلام على جنابري. لامبارد، لامبارد، ونيمار، اوه كيف ضاعت الفرصة يا شباب. يلا يتونالي، فلاهوفيتش، فلاهوفيتش، نبحث. يلا نيمار، نيمار وجنابري يا ولد، كرة على الطاير من جنابري في القدم اليسرى، في القدم اليسرى لجنابري. يا سلام، صراحة لاعب رائع جدا ومكسب للتشكيلة في هذا اليوم، روعة جنابري. يلا روبسون، نيمار، بلند،
نالي بليند الخطير في العرضيات يا شباب، نالي بليند وجنابري يا ولد على الرأسية القوية من جنابري، لاعب يقدم مستويات عالية في الديفجن يا شباب في التشكيل، جنابري رائع جدا، خطير جنابري. يلا كازاميرو، كازا عنده بيلي والليو حلو التمريرات عنده، يا سلام جنابري يا ضاعت الفرصة، حلو التمريرات ولكن لم تكتمل الفرصة. نكسب ركنية يا شباب، نحاول نركز بهذه الركنية، ميسي يعكسها كريم جنابري يا ولد، خلاص قدم يمرى صاروخيا جنابري يا شباب، لاعب رائع رائع جدا الصراحة، روعة جنابري، اسلوب ومهارة وتهديف عالي جدا من هذا اللاعب. يلا ديكاتلاري، ليونيل ميسي وديكاتلاري، يا سلام كريم بنزيما والجنابري الرائع جدا، يا سلام حلو التمريرات، يا سلام على التيكي تاكا يا ولد يا ولد يا ولد، حلو حلو كريم، يا سلام جنابري، اوه كيف ضاعت مش طبيعي الحارس، فرصة ولا اروع، كيف ضاعت هذه الفرصة يا شباب. يلا يا روبسون، فلاهوفيتش نعطي لجنابري الخطير، يمشي كرة جنابري، جنابري يخترق الجنابري، يخترق الجنابري، فلاهوفيتش، اوه الحارس رائع جدا، حلو الرفع من جنابري يا شباب. يلا نيمار، نيمار نوصل الكرة لجنابري، جنابري الرائع جدا، يلا يا جنابري، جنابري لروبسون، يا سلام يا سلام على التمريرات الحلوة، يا سلام من جنابري لروبسون إلى فلاهوفيتش رائع جدا، تمريرات ولا أروع. جنابري إلى كريم بنزيما، بنزيما رجع لجنابري، نحاول نجرب العرضيات عند جنابري، ليونيل يا ولد يا ولد يا ولد على عرضيات جنابري الدقيقة، وميسي يسجلها يا شباب، عرضية ولا أروع من جنابري، ميسي، ليونيل، ليونيل، نيمار، جنابري، جنابري يا ولد على أسيست من جنابري، رائع جدا، بيعطيك أسيست في القدم اليمنى، أسيست في القدم اليسرى، لاعب صراحة مكسب رائع جدا لهذه التشكيلة في الديفجن، لاعب خطير. وينتهي الفيديو لهون يا شباب، حكونا رأيكم عن هذا اللاعب في التعليقات، وحكونا إذا جربتوه من قبل، لاعب رائع جدا من ناحية المهارات والتهديف في سواب القدم اليمنى واليسرى. شكرا لكم تابعت هذا الفيديو، لا تنسوا من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.